هلا بنكمل بالفورم اللي بعد. هيدا اخر فورم عنا اياه. مرق معنا كذا اكزامبل. اول شيء اذا كان عندنا عم نجيب ايكويشن للستريت لاين طبعا، اذا كنت انا عاطيكم السلوب او الواي انترسبت، او اذا كنت عاطيكم انا السلوب وباسنج ثرو او، او سلوب وباسنج ثرو ا جيفن بوينت، او الخط بارال على خطين، او الخط بيربنديكولار على خطين. هو كلهم لازم نعرفهم ولازم نقراهم بتمعن. هلا بعد عندي البارت الاخيره اللي انا بجيب فيها الايكويشن للستريت لاين. اوقات بيقول لي انا عندي ستريت لاين بيمرق بتو بوينتس، بيعطيني الاي والبي مثلا، اسمه الاي وبي، بيعطيني الكوردينيت للاي والكوردينيت للبي، وبيقول لي الستريت لاين بيمرق بهود النقطتين، جيب لي الايكويشن تعوله. اوكي، مثل ما كنا عم نشتغل بالسلايدات اللي مرقوا بالفيديو اللي مرقوا، نحن بس يطلب مني يجيب ايكويشن للستريت لاين وما عندي كونديشن انه يابا مرقه بي او مثلا او الى اخره، بكتب الجنرال فورم تعوله واي ايكوال اي اكس بلس بي. طيب اذا كانوا الخطين بارالل معناتها بيكون عندهم سيم سلوب. اوكي، بجيب سلوب امنت السلوب لانه انا هدفي امن الاي والبي، السلوب والواي انترسبت. اذا كانوا بيربنديكولار بيكون ضرب السلوب ماينس 1. هيك اشتغلنا من هون. ما عندي لا بارالل لا بيربنديكولار. هون كل اللي طالبوا مني انه انا اجيب ايكويشن للستريت لاين باسنج ثرو تو ا جيفن بوينت. بس يقول لي مثلا نجيب لي اكويشن للستريت لاين اي بي ويكون عاطيني الاي ويكون عاطيني البي قد الكوردينيت تاعهم، في عندي انا فورمولا بتطلع لي قديش السلوب. If a straight line D passes through two given points A, X, A, Y, A and B, X, B, Y, B, then the slope of the straight line A ل D بيساوي Y, B minus Y, A على X, B minus X, A. هيدي فورمولا لازم احفظها. هيدي الفورمولا ما بحق لي استعملها الا اذا كنت انا بعرف انه خط مارق ب two given points. بحطها. ملاحظة، ال Y فوق وال B تحت وال X تحت. اذا بنشقلبهم بيطلع غلط. اوكي، فاذا الاوردينيت فوق والابسيسة تحت، فاذا واي بي ماينس واي اي اكس بي ماينس اكس اي. هون بينطرح سؤال، طب لازم واي بي ماينس واي اي؟ طب ما فينا واي اي ماينس واي بي؟ فيكم، بس بشرط فوق وتحت يكونوا مثل بعضهم. انا حاطط لكم اياهم هون. فاذا فيكم تقولوا واي بي ماينس واي اي على اكس بي ماينس اكس اي، او بتقولوا واي اي ماينس واي بي بس بشرط تكون تحت مثلها اكس اي ناقص اكس بي. ما تنسوا واي فوق اكس تحت. اكزامبل، طبعا بيبقى لي البي هون، انا عم بعلمكم تجيبوا السلوب. البي مثل العاده بنقي حيلا نقطه. اوكي، طيب كمان هون بينطرح سؤال انه انا بعرف في نقطتين على هذا الستريت لاين، اي نقطه بنقي الاي ولا البي؟ اي نقطه بتنقوها بتطلع البي هي ذاتها، ان كانوا هيدي الاي او كانوا هيدي البي. اذا بتعملوا ريبليس اثنيناتهم وانتم بتجربوها ان شاء الله قدامكم بتشوفوا انه بيطلع معاكم نفس البي. اكزامبل 1، جيفن تو بوينت اي بي وعاطيكم الكوردينيت تاعهم، بدي الايكويشن لللاين اي بي. تمام، بمجرد ما انا قلت لكم بدي ايكويشن لللاين اي بي وانا عاطيكم الاي وعاطيكم البي، معناتها هو عباره عن ستريت لاين مرق بتو جيفن بوينتس. مباشره كيف بجيب السلوب؟ فورمولا. فاذا اول شيء ذا جنرال فورم اوف ان ايكويشن اوف ستريت لاين از واي ايكوال اي اكس بلس بي مثل العاده. لانه الاي بي باسز ثرو تو جيفن بوينت، معناتها انا السلوب بقدر اجيبه بهالطريقه، سلوب ايكوال y b minus y a على x b minus x a. انا كلهم معاه هيهم لهول، بس اهم شيء انتم عم تعملوا ريبليس تنتبهوا للماينس. يعني ال y لل b minus 1 minus 1 minus تعول الفورمولا هي هي، ال y لل a 2 2 تحت، x لل b 1 1 minus تعول الفورمولا و x لل a minus 1، صار عندي minus minus 1. بصير عندي ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 1 بلس 1 2، بتطلع الستوب معي ناقص 3 على 2. بتصير الايكويشن لحد هون. اوكي، واي ايكوال ناقص 3 على 2 اكس زائد بي. بيبقى بدي اجيب البي مثل العاده. لجيب البي بعمل ريبليس لحيلا نقطه موجوده على هذا الستريت لاين. انا عندي نقطتين، فيكم تعملوا ريبليس للاي او للبي، انتم حرين، وبالحالتين بيطلع الجواب صح. Since AB passes through A، طبعا بالعادة بس يكون عندكم نقطتين، أنا عم قلكم إنه فيكم تنقوا النقطة اللي بدكم إياها، بس على طول حاولوا نقوا البوينت الأهون. شو يعني البوينت أهون؟ يعني إذا أنا كان عندي نقطة مثلا ما فيها ماينس، أوكي مثل مش موجود مثلا 1 2 ونقطة فيها ماينس، لا بنقي اللي ما فيهاش ماينس أهون لي. إذا عندي بوينت مثلا ما فيها فراكشن وبوينت تاني فيها فراكشن، لا بنقي البوينت اللي ما فيهاش فراكشن أسرع لي. طيب انا هلا هون حنقي البوينت اي، هات اثنيناتهم سهلين. الاي لازم اعملها ريبليس بقلب الايكويشن، اتفقنا. بحط واي اي ايكوال ناقص 3 على 2 اكس اي بلس بي، بعمل ريبليس للواي اي وللاكس اي وانا معي اياهم. الواي اي 2
بتساوي ناقص 3 على 2 هي ناقص 3 على 2 ضرب الاكس للاي ماينس 1 بلس بي 2 ايكوال ناقص 3 على 2 ضرب ناقص 1 زائد 3 على 2 باخذها لهونيك بتصير ناقص 3 على 2 2 ناقص 3 على 2 اوكي بواحد الدينومينيتر هون على 1 تايمز 2 تايمز 2 بيطلع لي 4 ماينس 3 معناتها 1 1 اوفر 2 خلصت جبت الـ A وجبت الـ B بتصير الـ equation the line AB y equal minus 1.5 طبعا minus 3 over 2 هي minus 1.5 x plus طلعت معي الـ B half يعني 0.5 فإذن هيدي الفورمولا ما فيني استعملها إلا هو إذا هو كان قايل لي جيب equation لـ straight line بيمر بنقطتين وعاطيني النقطتين شو هن أوكي هون بدنا ننتبه اوكي فاذا هون بدنا ننتبه انه في كم ملاحظه لازم ننتبه لهم اذا طلب مني جيب ايكويشن ل ستريت لاين بيمرق ب 2 بوينتس بس شوفوا الملاحظه وين هيدي A 2 4 وB 2 6 هعطي اكزامبلين دغري فرد مره 5 3 ان 6 3 هون كرمال السرعة طيب إذا طلب مني يجيب إكويشن هلا أنا لللاين AB أوكي هون بسلايد اللي مرة قلنا لكم إذا طلب مني نجيب إكويشن للستريت لاين بتمرق ب 2 given points إلى فورمولا السلوب بس في ملاحظة كتير مهمة إذا أنا طلب مني يجيب إكويشن للستريت لاين AB ومعاي الـ A والـ B قبل ما تبلشوا تخطوا أي خطوة طلعوا بالأبسيسة وبالأوردينيت إذا كان عندهم سيم أبسيسة بتخلص دغري القصة يعني أبسيسة للأي 2 والأبسيسة للبي 2 مباشرة للأي بي الإكويشن تعالوا بتطلع X equal 2 من دون ما أعذر حالي يعني إذا أنا ما أرسمها أول نقطة هي 2 4 لأنه 2 مثلا 4 ثاني نقطة 2 6 حنزل إيدي بس كرمال الإشعة 2 4 مثلا للأي والبي فوقها اللي هي 2 6 إذا بدي أوصل للأي مع البي بيطلع عبارة عن straight line vertical ونحن بنعرف كل straight line vertical equation تعاولوا x equal شي هيدا الشي هو 2 اوكي منكرر اذا طلب مني equation للstraight line AB قبل ما اجيب السلوب على طريقة الفورميلا بطلع بالابسيسة وبالاوردينيت اذا الابسيسة مثل بعضهم دغري بتخلص القصة بيطلع على الequation للAB x equal 2 اذا الاوردينيت مثل بعضهم مثل هيدا الاكزامبل فاذا دغري الايكويشن للستريت لاين ام ان بما انه عندهم سيم اوردينيت دغري بتطلع الايكويشن واي ايكوال 3 وهذا اللي انا كاتبه هون انا اللي كاتب هون اذا اكس لاي ايكوال اكس لبي مثل هون اذا اكس لاي ايكوال اكس لبي ايكوال كي رقم يمكن يكون 2 3 4 انا بالاكزامبل نقي لكم اياه 2 بتطلع الايكويشن للستريت لاين اي بي اكس ايكوال كي وبتخلص اذا واي اي ايكوال واي بي ايكوال ال يعني مثل انا اعطيكم اكزامبل 3 فيها تكون 3 4 5 اللي ما تكون هي مباشره الايكويشن للستريت لاين بتطلع y equal l من دون ما اعمل ولا اي خطوه مباشره بس تكتبوا له هاي xa equal xb equal k then equation لللاين ab x equal k هيك بتكونوا جاوبتوا وبتاخذوا العلامه كامله طيب اكزامبل انا اعطي اكزامبل هون find the equation of the straight line ab knowing that a 2 minus 4 وb 2 minus 1 أنا قلت إذا عندي straight line بيمرق ب 2 points في إلها فورميلا YB minus YA على XB minus XA بس أنا كمان قلت لكم قبل ما تبلشوا تستعملوا الفورميلا طلعوا بهالنقاط إذا منطلع بالنقاط الـ X للـ A 2 والـ X للـ B 2 بما أنه الـ X للـ A 2 والـ X للـ B 2 دغري الـ equation للـ line AB بتطلع X equal 2 ومنخلص example 2 بدي equation للـ straight line MN knowing that m هالقد وb sorry هيدي n طيب ال x ال y لل m minus 4 وال y لل n minus 4 يعني مباشرة ال line mn بيطلع ال equation تعاوله y equal minus 4 هلا إذا واحد قدر انتبه له بيكون سرع القصة وأهون له إذا ما انتبه له ساعتها مضطر يستعمل الفورمولا اللي أعطيناها بالسلايد اللي مرق طبعا نحن هيك بنكون خلصنا كيف بنجيب ايكويشن للستريت لاين هن كثير مهمين لانه بقلب الاكسرسايز بينطرح اكثر من مره جيب لي ايكويشن للستريت لاين البارت الاخيره هاو تو بروف 3 بوينتس اي بي اند سي ان ا كوردينيت سيستم ار كولينير
كيف بقدر برهن انا ثلاث نقاط كولينير؟ نحن بالجيومتري تعلمنا انه في كثير طرق لنبرهن ثلاث نقاط كولينير، عندهم انجل 180 ديستانس هاي زائد هاي بتساوي هاي، وقلت لكم انه بيبقى في طرق موجود بقلب درس الاورثومال سيستم. طيب بالمنطق اذا انا كان عندي ستريت لاين وانا عندي على هيدا الستريت لاين اي موجوده على هيدا الستريت لاين والبي موجوده على هيدا الستريت لاين والسي موجوده على هيدا الستريت لاين، معناتها الاي والبي والسي موجودين على سيم ستريت لاين بيطلعوا كولينير، لانه اصلا الديفينيشن تاعو للكولينير بوينت هن انه يكونوا موجودين على ستريت لاين. طيب شو الطريقه اللي هون نعتمدها لحتى نبرهن 3 بوينتس كولينير؟ الستيب الاولى طبعا انا بكون سالكم اي بي سي، بكون اعطيكم الكوردينيت للاي والكوردينيت للبي والكوردينيت للسي، بتنقوا نقطتين اللي بدكم اياهم، يا اي بي يا اي سي يا بي سي، انتم حرين. طيب write the equation of the، فاذا النقطتين اللي نقيتوهم انا حنقي بي سي، write the equation of the line بي سي، اوكي، وحاطط لكم هون اما اي بي اما اي سي مثل ما انتم بدكم. طيب كيف بنجيب الايكويشن لللاين بي سي؟ مثل ما علمتكم بالسلايد مش اللي مرق اللي قبله، اوكي، واي ايكوال اي اكس بلس بي، لانه بتمر بتو جيفن بوينت بستعمل هيدي الفورمولا. طيب طلعت الايكويشن لللاين بي سي، افترضوا طلعت معي مثلا الايكويشن لللاين بي سي واي ايكوال 2 اكس بلس 1، بيبقى عندي النقطه اللي بقت، النقطه اللي بقت هي الاي، اوكي، بشوف اذا الاي موجود على هذا الستريت لاين. هيدا الشيء له علاقه بالفيديو اللي قبل اللي كان عنوانها كيف بنعمل تشيك اذا بوينت موجود على الستريت لاين. طيب بشوف اذا الاي بيلونجز تو بي سي، كيف يعني بعرف هيك؟ بعمل ريبليس الكوردينيت للاي هون، اذا وصلت لجواب ترو يعني مثلا 3 ايكوال 3، اوكي، بتكون البوينت اي موجود على اللاين بي سي. شو يعني بوينت اي موجود على اللاين بي سي؟ يعني الاي والبي والسي كولينير. فاذا write the equation of the line bc او approve that A belongs to BC، إذا طلعوا هؤلاء الاثنين ستيبات ماشي حالهم بيكونوا الثلاث نقاط are collinear. طيب example عندي point A مع الكوردينات تاعولا، point B مع الكوردينات تاعولا، point C مع الكوردينات تاعولا، اوكي، وبدي برهن approve that انه هؤلاء 3 points are collinear. الستيب الاولى بنقي حيلا حرفين بدي اياهم، اوكي، اي بي اي سي بي سي، انا نقيت اي بي، حجيب الايكويشن لللاين اي بي. طيب حيلا لاين الايكويشن تعوله واي ايكوال اي اكس بلس بي، فاذا اي بي الايكويشن تعوله ان جنرال واي ايكوال اي اكس بلس بي، علي يجيب الاي وعلي يجيب البي. طيب بجيب الاي، في عندي كثير طرق قلنا اذا بارالل سيم ستوب بيربنديكولار ضربهم ماينس 1. هون الاي بي بتمر ب 2 بوينتس وانا معيهم الى فورمولا، اي للاي بي بتساوي واي بي ماينس واي اي على اكس بي ماينس اكس اي، واي بي يعني 1 ماينس واي اي 3، اكس للبي 1 ماينس اكس للاي ماينس 1، فصارت 1 ماينس ماينس 1، بصير عندي ماينس 2 اوفر 2 تطلع ماينس 1. هيك بكون امنت السلوب. بعد بدي البي، لجيب البي اوكي لازم اعمل ريبليس لنقطه، اتفقنا فيكم تعملوا ريبليس لنقطه اللي بدكم اياها، اوكي، فاذا البي اهون لي لانه ما فيها ارقام نيجاتيف. ذا ايكويشن بتصير واي ايكوال، طالما الستوب طلعت ماينس 1 فماينس 1 اكس بلس بي، بدي اجيب البي بدي نقطه، البي هي بيلونجز تو ذا لاين اي بي، معناتها فيني اعمل ريبليس انا للكوردينيت تاعو للبي، فصارت هيدي واي بي ايكوال ماينس 1 ضرب اكس بي بلس بي، واي بي معيها 1 ايكوال ماينس 1 ضرب اكس للبي كمان 1 بي، ماينس 1 تايمز 1 ماينس 1 بناخذها لهونيك بتصير بلس 1، بتصير 1 بلس 1 2، بتصير الايكويشن لللاين اي بي واي ايكوال ماينس اكس بلس 2. ما خلصنا، هون بنكون طلعنا الايكويشن لللاين اي بي، بدي اشوف اذا السي موجوده على اللاين اي بي، اوكي، بدي اشوف اذا السي موجوده على اللاين اي بي، كيف بشوف اذا نقطه موجوده على ستريت لاين؟ بعمل ريبليس للكوردينيت تاعولها بقلبها، تشيك اف سي بيلونجز تو ذا ستريت لاين اي بي. y c equal minus x c plus 2 هالإكويشن بدي اعمل ريبليس للسي، فبحط سي وسي، قديش ال y للسي؟ ناقص 1 equal minus x للسي، x للسي 3 minus x للسي يعني ناقص 3 plus 2 minus 3 plus 2 minus 1، بيطلع معي minus 1 equal minus 1، هيدا الشيء صح، معناتها السي belong to the line AB، معناتها انا عندي line A B وطلعت السي موجودة على اللاين اي بي، فبصيروا A والبي والسي كولينير بوينت. طريقة تانية
اوكي طريقه ثانيه نعتبرهن انا 3 بوينتس الكولينيا. How to prove three points ABC in a coordinate system are collinear. وهي طريقة تانية. طريقة تانية بتقول طبعا هاي دي يمكن أسرع شوي. بجيب السلوب للأي بي. أنا عندي ثلاث نقاط A و B و C. فإذا A B C. بجيب السلوب لللاين AB وبجيب السلوب لللاين AC. طبعا ما ضروري AB و AC. فيها تكون AB و BC. حي الله اللي بدكم إياه. فإذا ثلاث نقاط AB مع AC أو AB مع BC أنتوا حرين. فازن لازم جيب سلوب للاي بي وجيب سلوب للاي سي ولازم يطلع معي هول اثنين سلوب ايكوال. اوكي طيب اوكي هون السؤال اللي بيطرح نفسه. طيب اذا طلع اثنين سلوب ايكوال بيكون الخطين شو؟ بيكون الخطين بارلل. ليش بده يكونوا كونفاوندد ويكونوا كولينير؟ طيب طالما انا عندي اثنين سلوب ايكوال بس في كومن بوينت اي. فازن اذا انا كان عندي خطين عندهم سيم سلوب وهود الخطين عندهم كومن بوينت بيكونوا هول الخطين هني خط واحد. فاذا ستيب 1 بجيب السلوب للاي بي وبجيب السلوب للاي سي ولازم برهنهم انه ايكوال. والستيب الثانيه لازم اقول له انا انه في كومن بوينت بيناتهم. اوكي اكزامبل بروف ذات اي بي اند سي ار كولينير. اتفقنا بجيب سلوب لخطين اللي بدكم اياهم. انا نقيت اي بي واي سي. سلوب للاي بي طالما هني نقطتين جيفن استعمل الفورمولا yb minus ya على xb minus xa. replace كلهم معي هون yb 2 minus minus ya minus 4. اوكي فاذا xb minus 1 الماينس تعول الفورمولا minus 1 x لل a minus 2 بصير عندي minus 2 على 1 بيطلع minus 2. الستوب لل ac yc minus ya على xc minus xa. yc كمان معي اياها minus 2 ماينس تعول الفورمولا y لل a 4 x لل c 1 ماينس تعول الفورمولا x لل a ماينس 2 بيطلع ناقص 6 على 3 بيطلع ناقص 2. لحد هلا اوكي طلع عندي نفس السلوب ماشي الحال. ما بيكفي هيدي من دون الجمله اللي حنكتبها تحت ما بيمشي الحال. لازم اقول له سينس a ل a b ايكوال ل a c بعدنا مبرهنين and a common point. شو عرفني؟ ما اسمه اللاين هيدا a b وهيدا اللاين اسمه a c فعندهم a common point. هيدي ما لازم ننساها والا بيطلع كل شيء غلط. بما انه السلوب قد بعضهم وبما انه ال a common point معناتها بيصيروا البوينت a و b و c are collinear point. طبعا هيك بنكون نهينا درسنا. ان شاء الله بنكمل اكزرسايسات.